لتبدأ بعدها عملية مسح جدار الكعبة المشرفة من الداخل، ثم تغسل الأعمدة الثلاث داخل الكعبة وأيضا الأرضيات. إذن وعبر هذه الصور المباشرة التي تأتيكم عبر قناة الإخبارية ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تشرف صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة بغسل الكعبة المشرفة، وذلك بمشاركة العلماء وأيضا ضيوف الدولة. إذن كما نتابع حاليا يغادر الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز صحن المطاف بعد أن قام نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بغسل الكعبة المشرفة في هذا اليوم 15 من شهر محرم